ثم قال ابن الأثير: ثم دخلت سنة 1760 ذكر خروج التتر إلى بلاد الإسلام، ومضى طائفة أخرى من التتار غير هذه الطائفة إلى غزنة وأعمالها وما يجاورها من بلاد الهند وسجستان وكرمان، ففعلوا فيه مثل فعل هؤلاء وأشد. التفت جيدا، في بداية الأمر عندنا طائفة، عندنا مجموعة من التتار وملكهم كشني، وفي مقابل هذا عندنا تتار ملكهم جنكس خان. التفت جيدا، واضح الأمر. الآن انتقل الكلام، وننتقل الكلام هنا إلى جنكس خان وجماعة جنكس خان. الآن هذا أيضا عنده حرك القوافل العسكرية، حرك الجيوش، جيش باتجاه وجيش باتجاه آخر، وكل جيش أيضا قسمه إلى جيوش وإلى أقطاعات وإلى قوافل أيضا تحركت نحو البلدان. جيش يتحرك نحو الشرق، جيش نحو الغرب، جيش نحو الشمال، جيش نحو الجنوب، وطبعا ما بين الشرق والغرب، شمال شرقي وشمال غربي وجنوب شرقي وجنوب غربي. إذن يقول: ومضى طائفة أخرى من التتار غير هذه الطائفة إلى غزنة وأعمالها، لكن جميعهم تحت سلطة من وتحت سلطان من؟ تحت سلطان هولاكو، تحت سلطان جنكس خان. إذن ومضى طائفة أخرى من التتار غير هذه الطائفة إلى غزنة وأعمالها وما يجاورها من بلاد الهند وسجستان وكرمان، ففعلوا فيه مثل فعل هؤلاء وأشد. دخلوا إلى بلاد السند والهند وأفغانستان وبلاد روسيا وبلاد الغرب في بلغاريا وغرب بلغاريا، ودخلوا إلى بلاد الإسلام في إيران، ما وراء النهر في إيران، في تركيا، في العراق، في الشام، وهناك في الصين، في كوريا، ويدعي ويزعم ويوحي المنهج، منهج ابن تيمية، منهج التدليسي، منهج ابن تيمية، إلى أنهم لا يعلمون، ليس عندهم علم ببغداد وتفصيلات بغداد وضعف بغداد وضعف خليفة بغداد وانحراف خلافة بغداد وهزلية وهوان وذلة خليفة بغداد وسلطان بغداد وعساكر بغداد، فغفلوا عن بغداد وخافوا من بغداد ولم يجعلوا بغداد في مخططاتهم الاستعمارية التوسعية، حتى نبههم وأرشدهم وحركهم ابن العلقمي. هذا هو مستوى العقل المتحجر عند ابن تيمية واتباع ابن تيمية. يقول: ومضى طائفة أخرى من التتار غير هذه الطائفة إلى غزنة وأعمالها وما يجاورها من بلاد الهند وسجستان وكرمان، ففعلوا فيه مثل فعل هؤلاء وأشد. هذا ما لم يطلق الأسماع مثله، والكلام لابن الأثير، فإن الإسكندر الذي اتفق المؤرخون على أنه ملك الدنيا لم يملكها في هذه السرعة، إنما ملكها في نحو 10 سنين ولم يقتل أحدا، إنما رضي من الناس بالطاعة. وهؤلاء قد ملكوا أكثر المعمور من الأرض وأحسنه وأكثره عمارة وأهلا، وأعدل أهل الأرض أخلاقا وسيرة في نحو سنة، ولم يبقى أحد في البلاد التي لم يطرقوها إلا وهو خائف يتوقعهم. إذن التي سيطروا عليها واحتلوها انتهوا، أبيدوا، فلا نتحدث بعد هذا عن الخوف. والبلدان التي لم يطرقوها، لم يصل إليها، فهم خائفون يتوقعون في أي لحظة يدخل عليهم التتار. ولم يبقى أحد في البلاد التي لم يطرقوها إلا وهو خائف يتوقعها، مثلا أين الخليفة؟ لماذا لا يخاف؟ يقول: إلا وهو خائف يتوقعهم ويترقب وصولهم إليه. تذكير: التتار قد ملكوا أكثر المعمور من الأرض، فقد علم أهلها حال التتار، وكذلك باقي البلدان التي لم يطرقها المغول، فقد عاش أهلها في خوف شديد وترقب وصول الغزاة ووقوع القتل والدمار. إلا خليفة بغداد وفقيه بلاطه التكفيري الإرهابي ابن الجوزي، فالجميع في خوف، الناس في خوف، إلا خليفة بغداد وفقيه بلاطه التكفيري الإرهابي
ابن الجوزي وقادته شرابي ودويدار، كلهم كانوا في غفلة عن هذا وفي سكر وتخدير وتحشيش دائم.